نرحب بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نور سات وتلفزيون تيليلومير، والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس: أبناء قتلوا بسبب الحرب وغادروا في رحلات مليئة بالرجاء اليائس. جلالة الملك: لن يكون هنالك أي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن. الكاردينال باتسابالا يرعى تخريج طلبة الدورة اللاهوتية في بيت جالا. وفيها أيضاً الترانيم الكنسية في صنع السلام في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. بمناسبة عيد العذراء مريم سيدة الحبل بلا دنس، توجه قداسة البابا فرانسيس إلى ساحة إسبانيا في روما للقيام بفعل التكريم السنوي التقليدي. وبعد تلاوة طلبة العذراء تلا الأب الأقدس صلاة شكراً شكر فيها أمنا العذراء على حضورها المميز الذي يمنحنا التعزية والرجاء، لأن وجودها والنظر إليها يجعلنا نشعر بالثبات في هذا الإيمان الذي تمتحنه الأحداث التي نعيشها في ظل حرب جعلت شعوباً معذبة تعيش في دوامة العنف، وأمهات يبكين أبناء قتلوا وغادروا في رحلات مليئة بالرجاء اليائس. ودعا قداسته سيدة الحبل بلا دنس قائلاً: نسألك أن تجففي دموع الأمهات الثكالة ودموع أحبائهن، وتساعدين لكي نقوم بمسيرة تربية وتطهير. وأكد البابا فرانسيس في ختام صلاته أن لا سلام بدون مغفرة ولا مغفرة بدون توبة، ثم ناشد يسوع قائلاً: تعالى أيها الرب وليأتي ملكوتك، ملكوت الحب والعدالة والسلام. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أنه لن يكون هنالك أي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، مشدداً على أن الأردن واثق بنفسه وقوي بوعي شعبه وبقوة جيشه وأجهزته الأمنية. وجدد جلالته خلال لقائه رؤساء هيئة الأركان المشتركة وعدداً من مدراء الأجهزة الأمنية المتقاعدين التأكيد على أن قوة الأردن ومنعته سياسياً واقتصادياً وأمنياً هي قوة للأشقاء الفلسطينيين، مشدداً على أن هذا الوطن بني بهمة وعزيمة أبنائه، ومسؤوليتنا جميعاً تغليب مصلحته العليا وحمايته. ودعا جلالة الملك إلى عدم الالتفات إلى الأصوات التي تحاول إبعادنا عن خدمة أشقائنا والدفاع عنهم، مؤكداً بذات الوقت وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني في صموده على أرضه. وأعاد جلالته التأكيد على موقف الأردن الثابت بضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة وحماية المدنيين وإيصال المساعدات بشكل كاف ومستدام للأهل في غزة للتخفيف من الوضع المأساوي بالقطاع. بهدف تعزيز روح الإيمان المسيحي وتهيئة علمانيين بين أبناء الرعاية، أقيم في بيت جالا حفل تخريج الدفعة الأولى من طلبة الدورة اللاهوتية التي نظمها مركز التنشئة المسيحية في المدينة. رعى حفل التخريج غبطة الكاردينال بيير باتيسا باتسابالا بطريرك القدس اللاتين. وخلال الحفل تحدث غبطته إلى المشاركين وقال: ترعرعت في بيت مؤمن كاثوليكي مثل كل واحد منكم، وعندما درست اللاهوت تعمقت بالإيمان وتعرفت على الشخصيات الرئيسية في تاريخ الخلاص، ومنذ تعييني كبطريرك لهذه الأبرشية أدركت بضرورة تأسيس هذا المركز ليوفر تعليماً لاهوتياً للشباب باللغة العربية. وفي الختام هنأ غبطته الخريجين من مختلف الفئات العمرية على مثابرتهم بالدورة رغم الظروف القاسية التي تمر بها البلاد، معرباً عن تمنياته بتعميم هذه الدورات على مختلف أنحاء الأبرشية. ترأس سيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة قلب مريم الطاهر للاتين في الفحيص، بمناسبة إشهار الهيئة العامة لكشافة المطرانية اللاتينية لعام 2024 بحضور عدد من الأباء الكهنة ومشاركة عدد كبير من أبناء الحركة الكشفية من مختلف الكنائس في المملكة. أكدت المبادرة العربية المسيحية وقوف كافة المسيحيين الأردنيين خلف القيادة الهاشمية الرشيدة وتقديرها لمساعي الحكومة الأردنية الهادفة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما أكدت المبادرة في مؤتمر صحفي عقدته في الجمعية الأرثوذكسية بعمان بحضور ممثلي المؤسسات الإعلامية المحلية والعالمية مساندتها لقرار مجلس رؤساء الكنائس في الأردن القاضي بإلغاء جميع مظاهر الاحتفالات بالأعياد المجيدة واقتصارها على الصلوات والطقوس الدينية في الكنائس.
وأشارت المبادرة في بيان صادر إلى التاريخ العربي النضالي المسيحي الأصيل بمواجهة الأطماع الصهيونية وتصديها لخرافة المسيحيين المتصهينين القادمة من الغرب، موضحة بأن هويتنا المسيحية في المنطقة متأصلة كجذور الزيتون في أرض تطهر ترابها بأقدام السيد المسيح، حاملين رسالة عروبية من أجل الدفاع عن قضايانا الوطنية وعلى رأسها القضية الفلسطينية العادلة في وجه أنظمة الاستعمار والاحتلال. قدمت جوقة مدارس بطريركية الروم الأرثوذكس أمسية صلاة وتراتيل لأطفال غزة على مسرح المبنى الثقافي الرياضي لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية. حضر الأمسية التي كانت بعنوان ميلادك يا ملك السلام قدس الإرشمندريت أثناسيوس قاقيش الأب الروحي للمدارس وعدد من الآباء الكهنة والسيدة لين مدانات المديرة العامة للمدارس والكوادر التربوية والإدارية وجمع من أولياء الأمور وأبناء الرعية، حيث قدمت الجوقة المؤلفة من 100 طالب وطالبة بقيادة الأستاذ نبيل الربضي مجموعة من التراتيل لزمن الميلاد المجيد مقرونة بالابتهال للإله المتحنن أن يمنح العالم وبلادنا المقدسة السلام. وجه سيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي للاتين في القدس وفلسطين رسالة إلى المؤمنين بضرورة التضامن مع أبناء قطاع غزة. جاء ذلك خلال القداس الاحتفالي لعيد الحبل بلادنس الذي أقيم في رعية العائلة المقدسة اللاتين بمدينة رام الله بمشاركة الأب يعقوب رفيدي راعي الكنيسة. سبق ذلك ندوة دينية بعنوان معاني عيد الميلاد قدمها المطران الشوملي لأبناء الرعية، تطرق خلالها إلى معاني الميلاد الروحية والخلاص والتحرر من الذنوب والخطايا التي هي سبب مأساة البشرية. وأكد المطران الشوملي أن معاني عيد الميلاد تكمن في الفرح الروحي بعيداً عن مظاهر الاحتفال الخارجي. في وقت يستعد فيه المسيحيون حول العالم للاحتفال بعيد الميلاد، تعيش رعية العائلة المقدسة في مدينة غزة هذه الفترة منتظرين الخلاص، ولديهم ثقة كبيرة بالرب لأنهم مقتنعون تماماً أنه سيضع حداً لهذا الصراع المأساوي. ففي غزة بدأ زمن المجيء هذا العام وسط دوي الانفجارات وتطاير شظايا القنابل التي لم تسلم منها باحة الكنيسة، وضع مأساوي يعرض حياة المئات من المواطنين المسيحيين للخطر بعد أن فقدوا كل شيء ما عدا الرجاء، لكنهم على الدوام يجتمعون حول المذبح ليرفعوا الصلاة على نية السلام. ولمناسبة عيد الميلاد كتبوا بطاقة معايدة موجهة إلى الطفل يسوع طالبين منه أن يعودوا إلى بيوتهم، ويبقى عزاؤهم الوحيد الآن هو تواصل قداسة البابا فرانسيس يومياً للإطمئنان عليهم، إذ يعبر عن قربه الدائم منهم، وهذا ما يشكل مصدر تشجيع لهم ويجعلهم يشعرون أن الكنيسة لم تتخلى عنهم. وهناك أيضاً في رعية العائلة المقدسة في غزة طفلة تقول المسيح يقوينا، كما أن صلاة المسبحة الوردية وتناول القربان المقدس والتواجد في بيت الرب هو السلاح الذي من خلاله نستمد السلام الداخلي. فنحن أطفال نتضرع ونصلي ونطلب من الله انتهاء الحرب. بمناسبة الاحتفال بعيد الحبل بلادنس ترأس قدس الأب إبراهيم نفاع كاهن الرعية القديس يوحنا دولاسال الفرير جبل الحسين قداس الأحد الثاني من زمن المجيء. وخلال القداس وتزامناً مع الاحتفال بهذه المناسبة تم تجديد الوعد للأخوية المريمية سلطانة السلام. أحيا القداس جوقة الرعية وخدام الهيكل وبحضور أبناء الشبيبة. وعقب القداس الذي شارك به جمع من أبناء الرعية قام الأب نفاع بتسليم الأخويات أيقونة مريم العجائبية. وفي عظته ركز الأب نفاع على رسالة يوحنا المعمدان الذي يتوجب علينا كمؤمنين أن نكون على صورة المعمدان، كما تطرق الأب نفاع إلى عقيدة الحبل بلادنس وكيفية أن تكون أخواتنا وأمهاتنا على مثال أمنا مريم العذراء التي قبلت الكلمة وحملتها وعاشتها وبشرت بها. كما احتفلت كنيسة يسوع الملك في المصدار بالأحد الثاني من زمن المجيء وعيد أخوية سيدات الحبل بلادنس برئاسة الأخت الراهبة ميشلين معلوف. تضمن الاحتفال الذي ترأسه قدس الأب سليمان شوباش كاهن الرعية تجديد وعد سيدات الأخوية، كما تم تكريم ووداع الأخت جنيت جميعان على خدمتها الرهبانية في رعيتها العزيزة على قلبها
والتي استمرت لنحو 25 عاماً. مكتب فضائية نورسات ممثلاً بمديرتها الدكتورة باسمة السمعان يتمنى للأم الراهبة جانيت دوام الصحة والعافية. تحت رعاية مدير عام مدارس اللاتين قدس الأب فراس نصراوين، نظمت الإدارة العامة لمدارس اللاتين نشاطاً خاصاً بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك في مدرسة دير اللاتين بالأشرفية، حيث التأمت 10 مدارس في مناطق السلط، المصدار، تلاع العلي، جبيهة والهاشم الشمالي والفحيص العلالي والزرقاء الشمالي والزرقاء الجنوبي والأشرفية في مسابقة عيد الميلاد لعام 2023 لصنع شجرة الميلاد والمغارة باستخدام مواد طبيعية بعد إعادة تدويرها لتشكيل منتج مميز وبكلفة بسيطة. وقد فازت بالمراكز الثلاثة حسب قرار لجنة التحكيم المكونة من السادة زهراب المصور الخاص لجلالة المغفور له الملك الحسين والفنان التشكيلي أنور حدادين، كل من مدرسة لاتين الأشرفية بالمركز الأول ومدرسة اللاتين جبيهة بالمركز الثاني ومدرسة اللاتين الزرقاء الشمالي بالمركز الثالث. حضر المسابقة قدس الأب سليمان شوباش راعي كنيسة يسوع الملك المصدار والسيدة سمر سميرات المديرة التنفيذية في مدارس اللاتين ومديرة مدرسة اللاتين الأشرفية السيدة نادي عماري والسيد رائد حداد مسؤول الأنشطة في مدارس اللاتين. وقد حملت المسابقة عنوان اصنع شجرة مع مغارة الميلاد. وفي مدينة الناصرة وبحضور عدد من المطارنة والأباء الكهنة والراهبات وحشدا كبيرا من الضيوف احتفل في مركز القديس أنطون بافتتاح المسابقة السابعة لمعرفة الكتاب المقدس والتي نظمت بالتعاون مع نادي عائلة البشارة اللاتين وتحت رعاية البطريركية اللاتينية في القدس وحراسة الأراضي المقدسة وبطريركية الروم الأرثوذكس ومطرانية الروم الملكيين الكاثوليك ومطرانية حيفا للموارنة ومطرانية القدس الأسقفية الإنجيلية ومجلس الكنائس العالمي ومكتب المدارس الكاثوليكية ودار الكتاب المقدس الناصرة. وقد بلغ عدد المشاركين في المسابقة 322 مشتركاً من كافة الأبرشيات المسيحية الغربية والشرقية. التزاماً بتعليمات مجلس الكنائس في الأرض المقدسة أعدت كنيسة الميلاد الإنجيلية اللوثرية في مدينة بيت لحم زينة مختلفة لعيد الميلاد لهذا العام وذلك باستخدام الأنقاض بدلاً من شجرة عيد الميلاد بعد أن امتنعت الكنائس في الأرض المقدسة عن الأنشطة الاحتفالية بسبب الأوضاع الراهنة فاقتصرت احتفالات عيد الميلاد لهذا العام على الصلوات والطقوس الدينية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. من قلب الألم سيولد الأمل ومن قلب الدمار ستولد حياة جديدة. هكذا تحتفل الكنائس بعيد ميلاد ملك المجد تضامنا مع غزة في ظل الحرب والظروف الصعبة التي تعيشها الأراضي المقدسة، حيث أعلنت الكنائس في فلسطين اقتصار الاحتفالات على الصلوات تضامنا وحدادا على أرواح الشهداء. كاميرا نورسات تواجدت في كنيسة الميلاد الإنجيلية اللوثرية في وسط مدينة الميلاد، حيث كان لنا لقاء مع القسيس الدكتور منذر إسحاق راعي الكنيسة ليحدثنا عن هذه المغارة التي تمثل الواقع في غزة والأراضي المقدسة. هي سنة تختلف عن باقي السنين، سنة فيها رسالة تضامن مع الموجوعين والمتألمين والمقهورين والجائعين. فكرة المغارة أتت من خلال الأسابيع الماضية وإحنا بنشاهد على التلفاز مشاهد الألم، مشاهد الموت في غزة والأطفال اللي تنتشل من تحت الأنقاض بشكل يومي. نتألم على هذه المشاهد ويمكن كنا نسأل أين الله في وسط هذا الألم؟ والله يتضامن مع الإنسان المتألم. صرخة أين الله إلهي إلهي لماذا تركتني هي ذات الصرخة اللي صرخها يسوع على الصليب.
من هون أجت الفكرة أنه نعم الله يتضامن معنا في ألمنا، الله تحت الأنقاض. شاركنا هاي الفكرة في كنيستنا. وثم لما أجا وقت الميلاد، وقت الأدفنت، أكيد ما راح يكون في شجرة، وهذا الموقع تحديداً في كل عام إحنا بكون شجرة ميلاد. هذه السنة مستحيل أن نحتفل في ظل ما يحصل من حرب إبادة على أهلنا في غزة، وصعب إنه ما في نفسية للاحتفال. وفكرنا كيف نجسد معنى الميلاد بشكله الحقيقي، بمعناه الحقيقي، في كنيستنا من خلال المغارة. الرسالة للعالم من خلال هذه المغارة هي أنه هذا للأسف واقع الحياة في فلسطين، هكذا هو شكل الميلاد في فلسطين. أطفال تقتل، بيوت تهدم، وعائلات تشرد. وبينما العالم يحتفل في كل العالم بطرق مختلفة، بإضاءة الشجر، بالزينة، وبالاحتفال بالهدايا وسانتا كلوز وما شابه، في فلسطين هذا هو شكل الميلاد. في فلسطين هناك الموت والدمار. ولعلها تكون رسالة للعالم في حاجتنا للعدل والسلام، ولعلها تكون رسالة للعالم إنه إحنا بنصلي لنهاية حرب الإبادة في غزة. مل الدنيا مجد السماء بيقول الروح جاي يسوع قرب العيد بعرس السماء. أنا أرى في هذه الأحوال فرصة كي نكتشف معنى الميلاد الحقيقي، فرصة كي ننظر إلى الطفل يسوع كقلب ورسالة الميلاد. إحنا للأسف تحول الميلاد لعنا إلى احتفالات، حتى إلى أمور تجارية، وضاع معناه كثير مرات. هاي السنة تركيزنا هو فقط على يسوع. هذا المشهد غير بعيد أبدا عن معنى الميلاد. لما ولد يسوع، ولد في بيئة استعمار واحتلال لأرضنا. عند ولادة يسوع كان في مجزرة بحق الأطفال. عند ولادة يسوع العائلة المقدسة نجت من هذه المجزرة بأنها لجأت إلى مصر، أصبحوا لاجئين في مصر، وكأنه التاريخ يكرر نفسه. بميلاد الطفل يسوع له المجد، وبحضور الصلوات من كل الكنائس لتتعالى وتصل السماء، لأن الله يتضامن مع المتألمين. ففي هذه المغارة رسالة للعالم، هي رسالة بولادة طفل المغارة في واقع تعيشه غزة والأراضي المقدسة. ليكن زمن الأدفنت وزمن الميلاد هذا العام زمن صلاة. الصلاة من أهم الأمور اللي بنقدر اليوم نقوم فيها، أن نتوجه إلى الله. في هذه الأيام تشجعت من رسالة من الإنجيل، لما يسوع علمنا عن أهمية الصلاة بإعطاء مثل عن أرملة وقاضي الظلم. وهذه الأرملة ظلمت وطلبت، لكن قاضي الظلم لم ينصفها، لكنها أصرت. وبيحكي لنا يسوع لأنها أزعجت قاضي الظلم في النهاية أنصفها. وعلمنا يسوع فكان بالحري أبوكم السماوي. فيمكن هذا الزمن إحنا بحاجة إنه نثابر ونصمد ونصلي أكثر من أي وقت تاني، حتى نأخذ اللي بدنا إياه. إذا فعلا نؤمن إنه الله هو إله العدل، إذا فعلا نؤمن، وهذا إيماننا، إنه كل طفل يقتل، كل بريء يقتل، كل إنسان يقتل هو على صولة الله، وكل طفل يقتل بنشوف فيه صورة المسيح مثل ما عملنا في هذا، في هاي المغارة. إذا فعلا هذا إيماننا، معناته لازم نصلي أكثر. وإذا صلينا أكثر رح نعمل أكثر. الشيء اللي بيشغلنا بالصلاة هو الشيء اللي رح نعمل ونحط كل جهدنا من أجله. فلعل هذا الزمن يكون زمن صلاة، زمن تكريس، اللي فيه نستخدم هذا المصطلح اللي علمنا إياه يسوع، نزعج الله بصلاتنا حتى ننال ما نريد، وهو نهاية هذه الحرب، هذا القتل، هذا الدمار في غزة. مجد
للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة الميلاد الإنجيلية اللوثرية بيت لحم. جاي يسوع رب العيد بعرس السماء مراناتا. أقيمت في كنيسة القديس جورج الشهيد اللاتين في إربد صلاة على نية السلام في العالم وخصوصا قطاع غزة والبلدان التي تعاني من الحروب والاضطهادات. وبعد مراسم القداس توجه الجميع إلى ساحة الكنيسة مرنمين بأن يعم السلام بلادنا المقدسة والعالم أجمع. إلى المزيد. صلوات السلام بكنائسنا بعدها ترفع ورح نضل نصلي ونصلي، لأنه بالاتحاد وبقلب واحد الصلاة بكل ثقة رح توصل وتلامس قلب الرب. وكنيسة القديس جورج الشهيد اللاتين إربد بتضم صوت السلام لباقي الكنائس، فالصلاة كانت اليوم على نية السلام بكل العالم والدول اللي بتعاني من الحروب والاضطهادات وخصوصاً بقطاع غزة. رأس القداس الأب فراس عريضة كاهن الرعية وساعده في الخدمة الشدياق جمال معايع وخدام الهيكل، وكان في حضور لعدد من أهل الرعية. وبعديها وزعت الشبيبة الشموع على المؤمنين، وبشمعة الأبونا اللي ضوت كل الشمعات لتكون بين إيدين المصلين أمنية السلام والرجاء للرب بين كل الاضطهادات اللي عم بعيشها العالم وخصوصاً بقطاع غزة، بالوقت اللي منشوف فيه الأطفال عم تنسحب من تحت الأنقاض والعائلات بتتهجر من بيوتها والبيوت عم تتدمر وبتتفجر. يا رب السلام أمطر علينا السلام، رسالة كلها محبة وأمل ورجاء لربنا وبشموع مضوية. وبعد الخدمة الكل توجه لساحة الكنيسة وبإيدين الأطفال الصغار ضوت الشجرة بنورها علينا، وبدون أي نوع من الاحتفالات بس شموع وأمنية واحدة وهي السلام. نيفين حداد من إربد لقناة نورسات. اختتم في بغداد مهرجان كنيسة سيدة البشارة بالقداس الإله الذي شارك به عدد من المطارنة والأباء الكهنة من عدة كنائس محلية بحضور الأخوات الراهبات وجمع من المؤمنين. وخلال فعاليات المهرجان الذي استمر 3 أيام قدم المطران باسيليوس القداسة لأجل السلام في العالم وخاصة في الأرض المقدسة، وكذلك لأجل كنيسة وعيد البشارة وعلى نية البطريرك رفائيل ساكو طالبا شفاعة أمنا العذراء مريم، مركزا في الموعظة على عمل الروح القدس وتجاوب مريم مع كلمة الله واستعدادها التام لعمل مشيئة الله والخدمة بكل محبة وتواضع. وبعد البركة الختامية وإلقاء الكلمات توجه الجميع إلى السوق الخيري في باحة الكنيسة. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسم السمان حلقة متميزة بعنوان الترانيم الكنسية في صنع السلام، وقد استضاف البرنامج الدكتورة هبة عباسي، فيما أجرى اتصالا هاتفيا مع الأستاذ طعم جبارة قائد جوقة ينبوع المحبة للنقاش حول هذا الموضوع. وقد أجمع المتحدثون على أن ولادة المسيح بحد ذاتها مغفرة إلهية تسبق المصالحة وتصنع سلاما للبشرية جمعاء، إضافة إلى موضوعات أخرى طالها النقاش. فإلى هناك. عظمي يا نفسي من سرا مستقيما.
عرشا شروبي نحن ما لغينا الاحتفال بالميلاد، لكن لغينا المظاهر الاحتفالية اللي عادة منقوم فيها، وهو تقليد دايما شعبي، من كان إضاءة الشجرة في الشوارع في الأماكن العامة، وكمان البلد كلها هو عندنا في الأردن نحتفل في الميلاد بيكونوا بجوقات الترنيم والبزرات و ايضا لفات سانتا كلوز لتوزيع هدايا على الفقراء، لتوزيع الهدايا والمساعدات على العائلات المستوره المتعثره. فكل هذه المظاهر التغت، لكن الصلوات قائمه، تسبيحه ربنا قائمه، الترانيم لربنا قائمه في كنائسنا وفي اماكن العباده. فربنا طلب منا العهد القديم، العهد الجديد دائما نرنم ونسبح. ومع هبة عباسي لما نقول ترنيم طبعا نتذكر هالأشخاص اللي بهالبلد عندهم الجوقات الكنسية للترنيم، إن كان جوقة ينبع المحبة، جوقة قلب يسوع الأقدس، جوقة رقاد السيدة العذراء في المفرق للروم الأرثوذكس، جوقة البيزنطية للروم الكاثوليك. وايضا كمان في مبادرات افراد صوتها حلو وبتقوم ايضا في مجموعات بالترانيم. دكتور، لما بنحكي عن الترانيم والتسابيح وموضوع الترانيم، وانت درستي موسيقى ودرستي انواع الموسيقى وانواع النغمات، وايضا كمان كتبتي عن موضوع الترانيم الكنسيه وتاريخ الكنيسه في تسبيحه ربنا باللحن. نعم. والكلمة. نعم. فتخبرينا يعني، وهذه أنا قرأتها في إحدى المقالات اللي نشرتيها على الإعلام. نعم. ونشرناها عنا عن نورسات كمان. نعم فضلي. شكرا لك دكتورة. هلأ الترانيم أكيد هي بشكل عام خلينا نحكيها نشيد، وفيها من الوحي طبعا الكتاب المقدس ووحي تعاليمنا الدينية المسيحية. هي بتكون عبارة عن ممكن أداء جماعي أو ممكن أداء فردي، وطبعا موجودة عندنا منذ القدم، وكان أصلا بلشت خلينا نحكي أول ترنيمة في نحكي في عندنا في الكتاب المقدس لما السيد المسيح انولد وجوق الملائكة ظهر وقال المجد لله في العلا، سبحوا المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. فهذه كانت أول نحكي تسبيح وترنيم بمجيء سيدنا المسيح. نعم. وطبعا بعدين أباء الكنيسة اجتهدوا في كتابة الترانيم الدينية، وأصبح عندنا أيضا من المزامير أخذوا مزامير أكيد داود النبي موجودة منذ العهد القديم. كلها هاي كانت بدايات للترانيم والتسابيح واستمرت لحد الآن، وطبعا في جهود كبيرة بذلت في لتطوير الترانيم. هلأ في أشياء ممكن نحكي إحنا تسابيح اللي هي فقط للتعظيم الرب والإله، وأيضا الترانيم اللي فيها كلمات إحنا يعني منتقبلها هلأ أو مش طبعا منتقبلها، إنه نحكي إنه إحنا مستعملها في حياتنا اليومية. حياتنا. وهي فيها طبعا من الوحي والتعاليم الدينية واللي بتعطينا الأمل، بتعطينا الحب، بتعطينا الرجاء. أوقات في بتحسسنا بشعور الندم، التوبة. فأكيد يعني ترانيم في إلها عدة نحكي مجالات و نعم حلو. لما اجيت اخذ الحلقه واشوف عن تاريخ الترانيم في العهد القديم، فلقيت انه في شخصيات بالعهد القديم، مثلا وقت موسى، لقيت انه مريم وقت موسى قادت النساء في الترنيم. يعني اول ما بلشت الترانيم واللحن والهاي كانت النساء دائما هي اللي بتقود بهذا الموضوع، لانه ممكن من خلال يعني احساسها المرهف ومشاعر الفرح بتحب تعبرها من خلال اللحن والصوت. بيقولوا بسفر الخروج 15:20-21، فاخذت مريم النبيه اخت هارون الدف بيدها وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص.
يعني فيها كمان هذا انه تظهر فرحك من خلال الغناء أكيد. من خلال الحركات، من خلال استعمال الادوات. طبعا بالزمانات نعم. كان الدف و نعم. يستعملوا في الموسيقى، ما عندهم مش لا اورج ولا عندهم نعم. نعم انا بلشت نعم. من زمان، كان عمري 13 سنه او يعني من صغيره طفله بلشت بالجوقه وظلتني مستمره في الجوقه وجوقه قلب يسوع الاقدس. بوجه لهم طبعا تحيه ولكل الجوقات وكل المرنمين صباح الخير. وكملت نعم. وتقريبا إلي فوق 30 سنة بهذا المجال، ومن الخبرة اللي صارت عندي قدرت شوية يمكن مثل ما تفضلتي إنه أحط في شغلات معينة، عملت تراتيل خاصة نعم. إلي ألحان وكلمات وهذا، وصار في ألبوم نكهة السماء نعم. اللي المرة الماضية نعم. أيضا تحدثنا عنه نعم. الحمد لله يعني عمل إن شاء الله يعني يكون يخدم لكنيستنا، وهو أكيد بيعبر عن رسالتي وأنا فكري وتوجهي قديش حابة أني أخدم كنيستنا وقديش حابة أنه كلمة ربنا توصل للجميع، يعني من خلال طبعا الترنيم. دايما بنحكي الترنيم إلها دور كبير، تخيل الكلمة لحالها قديه بتوصل للإنسان، فما بالك إذا ربطيها بألحان. بتحسي أنه اللحن بيرفع النفس البشرية، اللحن الكلمة والشعور أو الحس الإنساني ترفع النفس البشرية، بتخليه يوصل لمراحل يمكن عالية. أنا هيك شعوري الخاص نعم. فبشعر إنه ممكن يكون لها تأثير كتير قوي وينعكس في الحياة والإيمان للناس اللي بتسمع. بالفعل الجوقة كنا مخططين لهاي العام نعمل مهرجان الترتيل الأول نعم. للميلاد، ولكن مع ظروف للأسف في غزة اللي دائما منصلي نجل السلام خلتنا نغير الفكر اللي رح نقدمه لأمسية صلاة وترتيل. المميز بهاي الأمسية أنه رح تقدمها أربع جوقات، جوقة ينبوع المحبة، جوقة مزيكا، جوقة رقاد السيدة، وجوقة أطفال ينبوع المحبة. فبالتالي في غنى وتنوع كبير بالبرنامج اللي رح نقدمه. حاولنا من خلال كمان الأمسية نركز على بعض التراتيل اللي نحكي إيقاعها مش سريع خصوصا لظروف المحيطة، وبنفس الوقت ركزنا على عنصر الأطفال، يعني الأطفال هم علامة للخير وعلامة للسلام وعلامة للمحبة، وهاي رسالتنا من هاي الأمسية اللي اسمها ميلادك سلام. فتحولت هالأمسية أكثر باتجاه كلمة ميلادك سلام، وإن شاء الله رح ننهي بالترتيل أيضا جوا الترتيب في ترتيبه في ميلادك يا يسوع، ورح ينهي في ليلة الميلاد على عكس المعتاد. بالعادة كان في ترتيب الكريسماس ننهي بطريقة هيك احتفالية، لكن قررنا ننهي بترتيبة صلاة أكثر من ترتيبة احتفالية حتى نوجه رسالة ميلادك. المأسة اللي قالتها بسرعة هو مفتاح النجاح، يعني أشخاص ربنا بعطيهم مواهب وخلوهم يشتغلوا زي ما قالت ممكن بعد 6 سنين سنة سنتين إلى آخر 30 سنة لا. زي ما الواي يوقفوا لو سمح الله. فالمأسسة هي شيء أساسي، هاي نظرة لازم تكون مرتبطة مع الليتورجيا الكنسية. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس: أبناء قتلوا بسبب الحرب وغادروا في رحلات مليئة بالرجاء اليائس. جلالة الملك: لن يكون هنالك أي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن. الكاردينال باتسابالا يرعى تخريج طلبة الدورة اللاهوتية في بيت جالا. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nursatjo.org. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.